المصري احنا هنا بنشارك في المعرض ضمن فعاليات بادره تكوين سيارات العمل الخاص الطبيعي. بنقدم النهارده من خلال المعرض توعيه للساده المصريين عن مزايا استخدام الغاز الطبيعي المفروض والمزايا الاقتصاديه اللي هتعم على المواطن في تحويل سيارات العمل الخاص الطبيعي. في مزايا طبعا اقتصاديه اللي هتعود للمواطن لو المواطن استهلاكه اليوم 20 لتر بنزين يقدر يستعوض الغاز الطبيعي، فالوفر السعر العادي الى حوالي 2400 يقدر الوفر ده عائد ليه طبعا. متوسط تكاليف طلب التحويل من 5000 جنيه ل 7500 جنيه. يقدر في عده انظمه للسداد بتراقب على السادة المواطنين. شرفنا المواطن شرفنا العميل خلال احد المراكز المنتشره على مستوى الحياه الجمهوريه. بيتم فحص العربيه مجانا وبناء عليه بيتم تحديد نوع طقم التحويل المناسب والتكلفه، بيتم تحديد العميل في تنظيم السداد المختلفه واساليب التعاقد بتبقى سهله وميسره. محتاجين صوره بطاقه وصوره رخصه سياره، صار مرافق تكون حديث، بيتم تحويل السياره في وقت ما يتعطلش ل 4 ساعات، بالتالي يحصل المواطن على عربيته تعمل الغاز.